مو كل احد قرر يمارس الرياضه بيمارسها بشكل صحي وسليم. الرياضه ما صارت هوايه تكميليه، صارت ستايل صحي جدا للانسان. اليوم قررنا نعيش تجربه الناس اللي صارت الرياضه مهنتهم. اباكم تعدوا معايا كم صارت قلتها في هذه البدايه، ونشوف ايش اخذت منهم وايش اعطتهم في المقابل. منورتنا اليوم كابتن روان عبد الرحمن. اهلا وسهلا. منوره كابتن. تسلمي. أول شيء ما سألتك. ليش مستعجل؟ أسألك. طيب تفضلي. أسألك بس إيش أعطتك الرياضة روان وإيش أخذت منك؟ شوفي، أول شيء في مقولة مرة حلوة إنه الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. صحيح. فالرياضة أعطتني الصحة وكمان اللياقة البدنية وكمان الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية والصبر. الله عليك، جميل. طيب كثروا المدربات بشكل كبير في مختلف النوادي الرياضية النسائية الموجودة عندنا، وحتى وصلوا المدربات انهم يفتحوا اماكن او كلوبز او نوادي خاصة فيهم. فمتى اعرف قوة المدربة ومهارتها؟ لان يمكن انا واحدة من اللي تاهوا في هذا الموضوع، ابدور على مدربة مناسبة وعندها مهارات عالية جدا تقدر تخليني أوصل لهدفي أو ماي جول في النهاية. صحيح. شوفي، قوة المدربة تكمن أنه كيف هي تخليك تحبي الجيم، كيف تخليك تحب الرياضة، كيف تخليك تحقق التارجت تبعك. هنا تكمن قوة المدربة، وطبعا بأنها تكون مطلعة على عالم الرياضة والصحة، وتكون بتاخد كورسات كتير بتساعدها على انتهاء تقدم لك افضل شيء عندها. حلو. طب يلا انا دحين بسجل في النادي. أوكي. حبيبيني في الرياضه، حبيبيني اني اروح النادي كل يوم. اول شيء حقول لك انه الرياضه حتساعدك انك حتكون جسمك فيه شيبنج اكثر، لياقتك حترتفع اكثر، حتحبي طبعا انت الجيم وحتيجي دائما لانه انت صحتك حتتحسن. بس مو كل البنات يتحمسوا احس. يعني دائما اتكلم، وقبل امس كنا بنتكلم في ذا الموضوع انه في دراسه انه اغلب الناس او اغلب البنات يسجلوا في النوادي الرياضيه وما يروحوا. فايش اسباب؟ صحيح. في البدايه تسجل تكون مره متحمسه، بعد كده لما تحس نفسها تايهه تضيع. صح. فعشان كده ميزه المدربه انها تحببك في الرياضه وتحببك في الكلاسات، وعلى اساسه انت خلاص حتحبي تروحي كل يوم الجيم. طب كمدربة روان، كيف دائما المدرب لازم يعمل ابديت لنفسه ويواكب التطورات في انواع الرياضات المختلفة اللي بنشوفها؟ حقيقي كل فترة اكتشف اسم رياضة مختلفة. صحيح. ما كنا نعرف عنه قبل كذا. شوفي، عالم الرياضة والصحة بحر كبير، عشان كذا المدرب لازم يكون متجدد، يواكب العصر، ياخذ كورسات جديدة، يحضر دورات، فبكذا يكون يعني يعطي ابديت جديد للرياضه. حلو. ايش برجك؟ القوس. طب دائما معروف برج القوس متجدد ويحب التغيير، ومو بس كذا كمان قائد جيد. صحيح. وهذه اتوقع من اهم المواصفات اللي لازم تكون موجوده في المدرب، انه لازم يكون. صحيح. قائد، ولكن باي شكل؟ شوفي، في مقوله تقول انه القياده مكتسبه، وفي مقوله ثانيه بتقول انه القياده تنولد معاكي. صح. بس نحن كوظيفة مدربة نكتسبها على طول. ليش؟ لأن أنا بكون مسؤولة عن كلاينز، عن كلاسات، عن كمان يعني تمارين أنا بعطيها للكلاينز، وبكون دائما متواصلة معاهم. بشوف كل واحدة حالتها الصحية والنفسية كمان. واو. حتى النفسية؟ حتى النفسية بسجل معاك يا روان. يلا. لأنه ما في ولا مدربة سجلت معاها يعني. أنا باخذ دورات نفسية. باخذ دورات نفسية إنه كيف كل واحدة أشجعها على حسب نفسيتها وصحتها النفسية. والله. والله. والله يعني. يس. ولا مدربة أفتكر إنها سألتني كيف حالتك النفسية؟ لا، كيف حالتك لا الصحية؟ إيش أكلت اليوم؟ بالعكس، من كمان من صفات المدرب الناجح إنه يحفزك ويشجعك حتى لو أنت كنت محبطة. تحفزك وتشجعك في انك انت تحب الرياضه وتحب توصل لهدفك. هذه يعني من صفات المدرب الناجح، لازم يكون كذا. طب اليوم ومع وجود السوشيال ميديا ومع انتشار المدربين والمدربات بشكل رهيب، كل شخص عنده حساب على انستغرام او تويتر بيفتي بشكل ما، سواء عن الرياضات، سواء عن الصحه او عن التغذيه. فلك. صح. كمدربه روان، قد ايش هذا الامر مزعج؟ شوف، هو بالفعل مرة مزعج، خاصة لما الأحد يكون ما هو مؤهل إنه يعطي نصائح يعني تغذية.
صحيه. ليش؟ لانه انت لما يعني تمشي وراه ممكن لا سمح الله تسبب لك افكت سايد. فالافضل انك لو تبغي تمشي على تغذيه صحيه تروح عند دكتور عنده خبره علميه وشهاده علميه في هذا المجال. وايش اكثر خطا شائع بين البنات بتحاولي دائما انك تصححيه للناس؟ شوفي اكبر خطا انها تجيني مثلا تكون ما شاء الله تراكمات سنين اوفر ويت، فجاه تيجي ابغى في ذا الشهر مثلا 20 يوم ابغى انحف. ترى انا ماني ساحره يعني شيء واقع يعني كلم العاقل بما يعقل. فلا بالعكس خليها تصبر، تمشي على حمية غذائية جيدة وتمارين صحيحة، إن شاء الله توصل لهدفها حتى لو أخذ وقت. هل تضمني لهم أنهم ينزلوا في كم في فترة معينة إذا اتبعوا هذه الرياضات أو هذا النظام الغذائي أنهم راح ينزلوا ويخسروا وزن في فترة معينة ولا ما تضمني؟ شوف الإرادة فوق كل شيء، عندك إرادة حتوصل إن شاء الله للقمر. طب الان ايش الهبه الجديده؟ اعطيني ابديت كذا، من زمان ما رحت نوادي صحيه. شوفي الهبه الجديده دحين يعني انا اكلمك عن واقع، صاروا البنات كل واحده تجيب دراجه في البيت. انا منها. وفي الويكند تطلع دراجه وسعر. في الويكند تطلع جروب مع صاحباتها على الكورنيش. والحلو انه الحمد لله حكومتنا السعوديه يسرت للبنات السعوديات كل شيء. تقدر تطلع كورنيش، تقدر تطلع على اي مكان وهي مرتاحه يعني تسوي رياضه برا او ركوب الدراجه. هذه دراجه مشي جري اي شيء تبغي تعتبر كارديو. ايوه طبعا تحرك. كم تحمسيني اسويها؟ على حسب الكيلوات اللي حتمشيها، على حسب مجهودك. طب السؤال الاهم اللي حقيقي نبغى نعرف اجابته لين دحين حيرانين ما عرفنا، الرياضه هل هي عدوى بالنهايه؟ اقدر اخذها من اقرب الناس لي او من صحباتي ولا لا؟ شوفي الرياضة عدوى حميدة. ممكن أنت تنعدي لما تشوفي دائما صاحبتك تروح الجيم، مهتمة بصحتها، مهتمة بأكلها. طبيعي حتنعدي، طبيعي حتقولي ليش أنا ما أصير زيها؟ ليش أنا ما أهتم بنفسي؟ لأنه جسمك هو اللي حيكمل معاك لآخر العمر بإذن الله. طب كيف نعدي المجتمع بالصحة؟ عشان كده أنا هدفي في الحياة إنه أنشر ثقافة الرياضة للصغار وللكبار بطريقة سهلة وممتعة. كيف؟ نشر الوعي، نشر الوعي والثقافة. كيف تحببيهم في الرياضة؟ just moving all the day. يعني لا تجلسي أكثر من ساعتين باليوم، حاولي تتحركي. ساعة جلوس، ساعة حركة، ساعة دائما خلي الحركة معاك في كل وقت. طب في ناس كثير وكثير بنتكلم يمكن عن هذا الموضوع وعارفين انه فعلا هو جسمهم وهم يحتاجوا الرياضة ويحتاجوها بشكل يومي إذا ما كان أسبوعي. فكيف هنا نقدر نقنعهم يا جماعة الخير أنتوا لازم تسووا رياضة، مو لازم تشتركوا بنوادي صحية، صحيح. مو لازم تروحوا لمدربات خاصات، لكن لازم تمارسوا الرياضة بأقل شيء كان. فكيف ممكن تقنعيهم روان؟ شوفي يعني كيف أقنعهم؟ أقول لها أنت لو تبغي إن شاء الله بعد 10 سنين أو آخر 10 سنين من حياتك تبغي تكوني بصحة جيدة وصحة قوية، ولا تبغي تروحي من مستشفى لمستشفى مع أدوية ومحاليل. فأنت لو كل هذا يوم كلام صحيح على فكرة. أيوة. اللي عندهم أباء وأمهات أو جدات في البيت ترى من جد راح يتابعوا ويشوفوا هذا الشيء. شوفي لو أنت كل يوم مارست الرياضة على الأقل ساعة واحدة، صدقيني حياتك حتكون ولا أروع. فنصيحة للكل، مارس الرياضة. طب كثير نصحاني وما مارست روان، يعني أنا منقطعة يمكن لي سنة. تخيلي إيش كل يوم كل شوفي انت دحين عندك كل يوم اقول وقت الاعلان، وقت الاعلان حقي. أيوة. اللي عندك خلاص هنا مارس الرياضه، سوي كارديو سريع، سوي تمارين بطن. كيف امارس الرياضه بالكعب؟ الله يهديك يرو. كيف امارسها؟ بس حقيقي اذا مثلا يعني في الدوام البنات اللي في الجامعه، الشباب اللي في الجامعه وكمان البنات المداومات، لازم تخصصي وقت محدد لك. اذا ما عندي وقت طلعي من تحت. هذه اعذارهم الدائمة. لا خلاص طلعي وقت لك لجسمك لنفسك. لازم تطلعي وقت لك على الاقل ساعة باليوم تمارسي فيها الرياضة. كذا انت ان شاء الله امورك تكون تمام. طب من فوائد الرياضة تكلمنا عنها غير الجسم السليم، اكيد لها فوائد ثانية. فتعزيز الثقة بالنفس. صحيح. تخلص من الضغوطات. من الامراض، من من الاكتئاب كمان. يعني اي دكتور لانك ما شاء الله اخصائيه نفسيه.
اي دكتور نفسي تروحي له يكون عندك اكتئاب يقول لك مارسي الرياضه، مارسي الرياضه قد ما تقدري. سبحان الله لما تمارسي الرياضه بيفرز هرمون الاستروجين، يعني بيحفز الخلايا، بيحفز اشياء صح. كتير في جسمك. اصلا حتحسي بشعور مره حلو بعد ما تخلصي من الرياضه. يبغالي تضمنين لي انزل 5 كيلو في اسبوع؟ محتاج لك. لا ابغى انزل 5 كيلو في اسبوع، تضمنين لي بسجل معاكي؟ لا ماني ساحره، ماني ساحره يا جماعه، بسوي زي اللي بيجوكي. شكرا لك يا كابتن روان. وشكرا لكم على استضافتكم، يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. مشاهدينا بكذا انتهت حلقتنا لليوم، نتمنى تكون عجبتكم مفاجاتنا الصغيره للحلقه واللي ان شاء الله راح تستمر لنهايه هذا الموسم، واشوفكم بكره باذن الله، اقول لكم مع السلامه.